صديقي؟ وين أنا؟ يا ولاد يا ولاد، هذا منكم شاف صديقي جيري؟ هون ولا هون؟ مين شافه؟ جيري جيري. عم بلعب بالطابة مبسوط ومكيف. شو بدك يا توم؟ احكي شو بدك؟ اترك اللعب وتعال معاي، بدي اروح عند البياع اللي عم بيبيع بسبوسي، بدي اشتري منه بسبوسي الي وإلك، كتير زاكي البسبوسي، يلا تعال نروح. لا لا انا ما بقدر اروح معك، ما بقدر، حصل الماما ملبى علي ما اكل اي شي برا البيت عشان ما بيكون نظيف ويمكن يكون فاسد، ما بدي. ايه شو ما بدك، تعال معي، ما حدا شايفك اصلا والماما ما رح تعرف، نروح ناكل بسبوسي ونكيف، يلا تعال نروح. لا لا قلت لك ما بدي، انا بسمع كلام الماما. اوف طيب طيب مثل ما بدك، انا رح اروح لحالي. اخ يا بطني يا ويلي، امي امي الحقيني، بطني بيوجعني كثير. يا ناس شو عمل؟ بطني بيوجعني كثير، انا لازم اروح على الدكتور هلا هلا. اخ يا بطني. شايفين يا اولاد ويا بنات اللي ما بيسمع كلام الماما شو بصير فيه؟ وباكل من برا اكل مكشوف ومو نضيف رح يصير فيه مثل مصاري توم ويمكن اكثر. لهيك يا اولاد انا بنصحكم كلكم يا صغار ويا شاطرين، ما حدا ياكل اكل من برا، ولازم الواحد يدير باله ويسمع كلام الماما على طول. ولهيك رح غني لكم غنيه رح تبسطكم كثير كثير.